العزيز القاضي العلم العراقي الأستاذ زهير كرمه. حسب طلب الأستاذ أبو علي أنه مجموعة كتب حتى نختصر الوقت، وكلها أغلبها عن شؤون الشرائح العراقية اليزيدية وغيرها، وتطرق للصابع المندائين، ويتطرق دائما إلى أبطال المسيحيين وكل الشرائح والمكونات، وطبعا عشرات المئات من المقالات الهادفة التي تهتم بالأوضاع والشؤون العراقية وهموم الشارع العراقي والمكونات العراقية بكافة أطيافها وشرائحها. نرحب بالأستاذ أبو علي الأستاذ القاضي زهير كرمه محمود، وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا لهذه الفرصة الجميلة، شكرا لجماعة التيار الديمقراطي اللي نظمت هذه الأمسية وعلى حضوركم الجميل. آمل أن نستفاد من بعض المعلومات القانونية التي نفتقر لها الآن في العراق. حقيقة على شفا حفرة الخطر، ثلاثة أمور يجب أن يستوعبها المواطن العراقي حتى يمكن أن يعبر عن مدى تقبله أو رفضه لهذه القنابل الموجودة في نص الدستور. القنبلة الأولى الموجودة في نص الدستور المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية العليا هي كيان قضائي جديد أنشئ في العراق لأول مرة يحكم ويفصل في قضايا الدستور. هذه المحكمة تختص بالفصل في المنازعات بين الأقاليم أو بين الأقاليم والحكومة الاتحادية، أو بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الحكومة الاتحادية، أو فيما بينها. هذه المحكمة مختصة بتفسير نصوص الدستور. هذه المحكمة هي حقيقة هي المحكمة الدستورية العليا في البلاد. أخطر ما في هذه المحكمة أن قراراتها باتة لا تقبل الطعن في أي جهة تمييزية. عندما يصدر قرار من هذه المحكمة يتحول إلى قانون تشريعي في نفس اللحظة، واجب الاتباع من المواطن ومن السلطات كافة. هذه المحكمة تشكلت في أثناء خلال فترة سيطرة الاحتلال من عدد من القضاة المهنيين، وعددهم 9. أين تكمن الخطورة؟ الخطورة أن هذه المحكمة ليس لها قانون. عندما شرع مشروع لقانون لهذه المحكمة كان هناك نقطة هي النقطة الثانية من المادة 92 تقول تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية 3/4 أعضاء مجلس النواب. المطروح الآن محاصصة طائفية لمفهوم خبراء الفقه الإسلامي، يريدون أن يأتوا بأربع خبراء من السنة وأربع خبراء من الشيعة، وليس فقط هذا، وإنما هؤلاء الخبراء لهم حق التصويت وإسقاط القرارات التي تقرها المحكمة. أن يكون الخبير عضوا في المحكمة له ما لأي عضو أو لأي قاضي في هذه المحكمة. حقيقة لم يتم الاتفاق على هذا، على هذه الصورة في مجلس النواب، وأنا أعتقد أنه الآن تجري المباحثات والاتفاقات المستترة تحت العباء من أجل أن يمرر هذا القانون. هذه القنبلة عندما يكون الفقيه له حق نقض أي قرار، إنه
أنه هذا رجل هو فقيه في الفقه لكن ليس له دراية بالقانون، ليس له علم بعلم صياغة القانون، ولهذا سيتم تشتيت أعضاء المحكمة بإدخال عناصر أخرى غير العناصر القضائية. حقيقة ستتدخل في الرقابة على دستورية القوانين، أي أن بإمكان هؤلاء الخبراء أن ينقضوا أي قانون ساري مفعول ومعمول به في العراق بحجة عدم دستورية هذا القانون أو عدم انطباقه مع الدستور العراقي الحالي أو عدم تماشي مع ديانة من الديانات العراقية. وحتى نكون صريحين أن هؤلاء الخبراء جميعهم من أبناء المذهب أبناء المسلمين سواء شنة أو سنة أو شيعة، وبهذا ستكون هناك حقيقة عقبة كبيرة جدا أمام مجرى الحياة القانونية في العراق من خلال هذه المحكمة. يفترض أنه يكون قاضي المحكمة وكما أعرف أنا أن يكون ملما على الأقل بأوضاع العراق السياسية باعتبار مفسر للدستور، باعتبار يقر قوانين لتسيير الحياة العراقية، ويكون بمستوى ثقافي على الأقل يدرك به كيفية تفسير القانون. وغريبة جدا أنه بالرغم من أنني كتبت أكثر من مرة وكتب عدد من الكتاب حول هذه المسألة إلا أنه لم يتم الالتفات إلها، وهي مسألة غاية الخطورة أنه الدستور يقر بوجود مجلس للاتحاد وهذا نص دستوري. الدستور يقول بالدورة الأولى، الدورة الأولى يؤجل تأسيس هذا المجلس، هذا المجلس يكون فوق من مستوى مجلس النواب كيف كان في العهد الملكي، كان مجلس الأعيان ومجلس النواب. هذا المجلس يكون من خبراء الفقهاء القانونيين، من الأكاديميين، من الضالعين بالشأن الاجتماعي والسياسي، من خيرة رجالات العراق. يكون هذا المجلس رقيب على المحكمة الدستورية، ويكون أيضا ليس له صلاحية النقض، يكون رقيب على مجلس النواب يقوم عمل مجلس النواب. هذا المجلس بعد الفترة اللي حددها الدستور بالدورة الأولى انتهت، الدورة الثانية التي ستنتهي بعد أيام لم يشرع لهذا الاتحاد مادة 140، وهذه المادة غريبة عجيبة أنه وضعت فترة زمنية حددتها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا.